السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، كلشي بخير الخوت، صافا كلشي مزيان. خوتي زيد نهضر عليك، انا نزيد نفسر بزاف ديال المواضيع الخوت، زيد نفسرها ونقول لكم بزاف ديال الحوايج الخوت، بزاف ديال الحوايج. المهم خوتي، اول حاجه تنعتذر لكم ما داكشي اللي سبتوه في اللايف هذيك النهار، تعتذر اخوت، كنت شويه معصب وما عرفتش هاد الايام تبان لي ما عرفتش داكشي، ما عرفتش شنو كيوقع لي، تنبدا نغوت، ولكن ما كانت عليا خلي اللايف متوقف، كان عليا نسد في راسي وما نبينش للناس ديالنا حشومه كاع. سمحوا لي، هذا هو الغلط اللي درت اخوت، بلاش ندير الكمامتي اخو. المهم ما درت كمامتي حيت كانوا دارت البوليس. المهم تنقول لكم درت انا غلط، هو كنا تنضغاوتو في اللايف حشومه، الناس ديالنا ما خاص حنا كوبل زوين، خاصنا نبقاو ديما نقيين الخوت. وياه والله الله يلا خوت، ديزولي سمحوا لينا بزاف على داك الفيديو، بزاف ديزولي خوت، سمحوا لينا. و ثاني حاجه الخوت هو داك الفيديو ديال القصه، فيديو ديال القصه اللي لحجت الاول، قالوا لي الصوت علاش اسم بدل الصوت ديالك، انا صحاب لي انا داك ستيل غيعجبكم، فهمتي؟ انا صحاب لي انا داك ستيل غيعجبكم وهادي وغتبغيو، ولكن بزاف ديال الناس قالوا لينا لاباس بخير، الله يحفظك اخويا، الله يحفظك، فهمتي؟ بزاف ديال الناس قالوا لي هذاك الصوت ما عجبناش، فهمت؟ هذاك الصوت ما عجبناش وداك الشيء. وانا دابا مشكلة، دخلت في نفس الصوت، وانا واقيلا غادي نعاود دابا مشكلة، كنت بغيت نديرو، بغيت زعما نبدلو من المونتاج وداك الشيء، ولكن انا مسحت الفيديو الاصلي اللي دويت فيها، باش كنا خليته ما غاديش تجيني خدمة كبيرة. كيمشي مشكلة، على قبلكم الخوت غادي نعاود الفيديو، غادي نعاودو باش ماشي يجيب الصوت ديالي انا، بصح ما بغيتش الصوت ديالي تسمع، باش الصوت ديالي تسمع. انا درت داك التهضر هكاك، ثم ما بزاف ديال الناس قالوا لي ما تسمعش، وبزاف ديال الناس صيفطوا لي في الواتساب وفي مواقع قالوا لي لا داك الصوت ما عجبناش، وانا اي حاجه ما عجباتكمش مرحبا. المهم انا هاد الفيديو درتو الخوت، بغيت اي واحد عنده اي اراء على اي حاجه تنديرها في القناه، من حقكم كمتابعين تقولوا لي شنو الغلط اللي درت. وهذاك الشيء، انا الغلط اللي درت هو الصوت، والغلط ديال اللايف ملي كنا انا ودنيا، هذا هو المشكل الخوت. المهم تنعتذر على اللايف، وانا غادي نصلح داك الغلط، حيت كاينين بزاف ديال الناس قالوا لي هذاك الصوت ما عجبهم حتى الخوت. ليكم على غادي، المهم الصوت صافي تفهمنا عليه، كاينين شي وحدين في الكومونتير قال لي انت بعدا تعلمت هضر، ربي جابني هكا، واش انا ربي هو اللي عطيني هذاك السين، ربي هو اللي عطيني هكا، فهمتي؟ بنادم ما بقاش نديرو في بنادم. المهم ما عجبكش تقول لي خويا ما عجبنيش وصافي، فهمتي؟ مشيت تبدا تقول شي كلمات باش تجرح الواحد. انا بعدا ما انا واخا بقى بنادم يهضر ما كاع ما غادي يطلع لي داك الشيء في الراس زعما، فهمتي؟ عادي ماشي مشكل، عادي انا داك الشيء عادي حدي، فهمتي؟ ما تجرحنيش عادي، فهمتي؟ ها هي الواحد اللي معجبوش يكتب كومونتير، انا تنشوف الاراء ديال الناس، وهادي ما واحد ينوض يقول انت دابا كي داير تتهضر قد الهضره ديالي. انا والله لا، كل واحد وكيفاش خالق الله سبحانه وتعالى، خاص الواحد اللي اي واحد خالق الله سبحانه وتعالى خاصو يسعيبو عليه، فهمتي؟ حشومه بحال واحد مسكين الا كان ما يجيش نقول ليه هذا راه ما تيجيش، شو كيدير ما تيجيش على رجلي، شو ما خصنا نعيبو على الخلق ديال الله سبحانه وتعالى،
خمس كيفاش يكون سو شوما. انا مشيت نهضر على كلشي، تهضر على واحد كان كومونطا هاد الكومونتير، ما خصناش نهضروا مع واحد بحال هكاك شوما. الا كان قاعد تنعوزو فيه ما نعوزوش بهذه الطريقه. انت اخويا ايوا دي المعلومه اللي دفصاو ثاني في الفيديو معكم. المهم بعدا راه الفيديو ديال القصه الثانيه غادي نحاول غادي نعاودو، غنعاودو ثاني نسجلو. حيت راه دابا انا مسجلو في نفس الصوت ولحتو في اليوتيوب في نفس الصوت. ما انا نهار اللي لحت الاول لحت معاه لحت معاه حتى الثاني، هذا هو المشكل. لحت معاه بالثاني وبداك الصوت. انا ما صحابش انا ما غاديش يعجبكم، ولكن ماشي مشكل، الاراء ديالكم هي الاولى. المهم انا هذا الفيديو ولا لونسي ديال تعليقاتكم اللي بزاف ديال الحوايج و سميتو واي واحد عنده شي تعليق اخوت اكتبوا لي في هذا الفيديو. شنو زعما ما تعجبكمش فينا في التصرفات في بزاف ديال الحوايج. اي واحد عنده شي تعليق بس نصحوا الغلط، حيت كاينين الناس المتتابعين كاينين خاصنا ناخذوا الراي ديالهم حتى هما بطبيعه الحال. بطبيعه الحال خاصنا نشوفوا المسكين اللي زعما تندير انا في الفيديوهات. انا عندي مشكل واحد هو ديال الصوت، كما قلتوا لي علاش ما هضرتيش بالصوت ديالك. هذه المعلومه هذه غير نصححها الخوت. صافي نحاول كاع هاد الليلة هادي، هاد الليلة هادي غنبقى نسجل، بس إلا عجبكم الصوت ديالي إن شاء الله نستمر في هاد نستمر فيهم هاد نعاود نديرلكم شي حاجة جديدة إن شاء الله. أنا نشوف على آراء ديالكم نتوما دابا غتحكمو ليا في الفيديو دابا. دخلت هو اللي كاين دابا غتقولو ليا نتوما شنو كاين، غتقولو لي نتوما دابا شنو كاين دابا. داك السؤال اللي كاين اخوت، المهم غادي نتسناكم اخوتي في لي كومونتير، غتقولو لي شنو الاغلاط اللي تنديرو. صافي اخوت، المهم داك السؤال اللي كاين، المهم غنتسناكم اي واحد جاوب ديالو في كومونتير. هذاك السؤال اللي كاين اخوت، راني دابا خارج بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا توضيح لاي حاجه ما عجبكمش في القناه ديالنا. نعرف اي حاجه كاين الناس تديروا كومونتيرات، فهمت كل واحد التعبير ديالهم. انا نقول لا ما تسوقش كومونتير، انت تسوق الكومونتيرات الخايبين ماشي زعما لي زوينين. مرحبا، كاين الناس اللي تتبعونا خاصنا نعرفوا شنو المشكل اللي درت انا بطبيعه الحال. على طبيعة الحال المهم خوتي، يلا خوتي نخليكم دابا، يلا خوتي ما تنساوش ديروا لايك وتابونوا معنا ومرحبا بكم وتنبغيكم بزاف الخوت. يلا خوتي نخليكم دابا، يلا وانا غنتسنى الاراء ديالكم. يلا السلام عليكم الخوت.